السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مروكن كار درايفر. الى اول مره كتفرج في الفيديو ديالنا، هذه القناه اختصاصيه في عالم السيارات، فيها بزاف ديال البرامج. من البرامج ديالها تيست درايف، تجربه السيارات، كنعطيو لي زوبسيون كاينين في الطوموبيلات، الاثمنه، كونسوماسيون، كل ما يتعلق بالطوموبيل قبل ما تشريها. البرنامج الثاني ديالنا هو 5 minutes proprio. كنجيبوا واحد باسيوني اوتوموبيل عنده طوموبيلته مقاده، سواء ريستوراسيون ولا تيونينغ مقاده بالكاروسري ولا بريباراسيون موتور، وكيبريزونتيها لنا وكيشارك معنا لا باسيون ديالو. البرنامج الثالث كنحطوا معلومات على السيارات، مي كتبغي تشري، المشاكل اللي كاينين، لي زيستوار ديال لي مارك، بزاف د الحاجات. البرنامج الرابع هو اللي خدام عليه دابا، هو الخدمه ديالي، يعني لا بيرسوناليزاسيون ديال لي فواتور، يعني كاع الطوموبيل اللي كيجيو عندنا للماغازان ديالنا واللي كيتقادو كلشي، كنحاولوا نبارطاجيو لي زيتاب كاملين دو ا ا زد. عندك بنت 18 عام و 22 عام وعاد شديتي البيرمي، بنت ولا دري، وكتقلب على طوموبيل ما تكونش غاليه بزاف، بين 5 المليون و 7 المليون، والضريبه ديالها رخيصه، ايسونس سبورتيف، لوك ديالها زوين. غنعطيكم 6 ديال الطوموبيلات. نبداو بالمرتبه السادسه، كيا بيكانتو، طوموبيل صغيره زوينه كيوت، فيها موتور صغير 1 لتر، فيه 63 ديال الخيل، الثمن ديالها في السوق بين 5 مليون حتى 6 مليون على حساب ليطا، تنهضروا على الموديلات من فوق 2010، كونسوماسيون ما تتاكلش حيت فيها موتور صغير، وأغريابل في المدينة، خفيفة وصغيرة وسهلة تكاريها. المركز الخامس سوزوكي سويفت، لوك ديالها زويون، كتجي بحال شي ميني كوبر، فيها 1 لتر 392 الخيل، بامال عليها 92 الخيل في ديك الكاروسري، راه زويونه تكون تجري. الثمن ديالها من فوق 2010 بين 5 مليون حتى 6 مليون على حساب ليطا. لوك ديالها سبورتيف، تجي مع لي جون، بنت ولا دري. لا كونسوماسيون ديالها ماشي بزاف، 6%. المركز الرابع فورد فيستا، طوموبيل مطلوبه بزاف، تنهضروا على الموديل من فوق 2010، فيها موتور 1.25، فيها 82 الخيل، بامال، المهم زويونه، غتكون نيرفوز شويه، الثمن ديالها من احسن ب 7 مليون، غتكون نقيه في ليسونس، طوموبيل فيابل، لوك ديالها زوين، لي بياس ديالها موجودين في السوق، ما تلقاش ان بروبليم، كلشي ديالها كاين، لي زوبتيك، لي بارشوك موجودين، وبثمن مناسب. المركز الثالث هوندا جاز، معروفه هوندا انها طوموبيل تري تري فيابل وتتصبر. لا مارك هوندا هي اول طوموبيل باش بديت انا، محرك في هوندا جاز 1.4 85 الخيل، وراه حار حيت كانت عندي وحده، طوموبيل حاره، الثمن ديالها بين 5 و 6، تنهضروا على الموديل 2007، كونسوماسيون ديالها 5.7، وكنظن كاع تقدر تكون قل حيت الطوموبيل ما كتاكلش، ديجا جربتها. المركز الثاني نمشيو لواحد الطوموبيل فرنسيه، كليو كومبوس، كثيره بزاف تتبان لك وبقات شاده حتى لدابا وشاده الثمن، طوموبيل زويونه وكتصبر، فيها موتور 1.2 فيه 70 الخيل، بامال، المهم زويون، لا كونسوماسيون ديالها تتاكل 6%، تقدر كاع تهبط تقل على حسب لا كوندويت. هي لو ستيل ديالها، لو ستيل ديالها ديسكري وديال لي جون، حتى هي كيف كيف تجي مع بنت ودري. المركز الاول طوموبيل كتعجبني حتى هي ميني كوبر العاديه، ماشي اس، فيها موتور 1.6 عادي 100 توربو، فيه 120 الخيل، هي لا بلو بيسونت في هاد لا جام اللي عطيتكم. لا كونسوماسيون ديالها 6%، بالنسبه للموتور راه مزيانه، ستيل ديالها سبورتيف ديال لي جون، لي بيس موتور وهادشي كاين، حاجه وحده لي بيس كاروسري قليل.
نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه. الحلقه الجايه غتكون اما تيست درايف اما 5 مينوت بروبريون، لاول مره غنخرجوا نصوروا على برا. تنشكركم بزاف، و الى عجبتكم القناه اشتركوا وخليولنا لايك. شكرا لكم.